بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأحبة أينما كنتم تتابعون عبر عمان الرياضية، نحييكم وأسعد الله مساءكم بكل خير. لقاءنا يتجدد بكم اليوم من برنامج عناوين، وكعادتنا فيه نأخذكم لجولة سريعة لأبرز عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية، كما نطل على نافذة أخرى من قراءات لمختلف المقالات والتقارير الصادرة عبر هذه الصحف. والبداية كالعادة استعراض لأهم وأبرز العناوين. ريدينغ الإنجليزي يضع آماله على حارسنا الأمين علي الحبسي لمنع صواريخ المدفعجية. الهلال يتغلب على مدربه السابق ويسمو بطموحاته على حساب الشباب. الحان محرز تشعل الصراع على الكرة الذهبية ومنافسة قوية مع صاروخ ماديرا. شئنا أم أبينا، فدون كريستيانو والبرغوث ميسي الأقرب للتتويج بالكرة الذهبية. تشافي يفتح النار مجددا، ألمو يفتعل الحرب عندما يخفق. تحية كل التحية لكم أيها الأحبة من جديد، ونبدأ جولتنا في عناوين من صحفنا المحلية، وتحديدا مع الأخبار المتعلقة بحارسنا الأمين علي الحبسي، والذي سيخوض مساء الليلة برفقة ناديه ريدينغ، يخوض لقاء صعبا أمام أرسنال في إطار دور 16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على ملعب استاد الإمارات في مدينة لندن الإنجليزية. صحيفة وهج الخليج كعادتها انفردت بأخبار الأمين لتخرج بعنوان قالت فيها: في دور 16 من الكأس الإنجليزية الحبسي أساسي في مواجهة فريقه الصعبة أمام أرسنال الليلة، حيث قرر مدرب ريدينغ بأن يكون الدولي العماني علي الحبسي أساسيا في هذا اللقاء نظرا للأداء المميز الذي يقدمه مع الفريق في منافسات الدوري، حيث كان الحبسي يلعب مباريات الدوري فقط، ويتيح المدرب الفرصة للحارس الثاني للعب في بطولة الكأس، إلى أنه قد غير رأيه بإشراك الحبسي في مباراة الليلة، وذلك بحسب التمرين الأخير الذي خاضه ريدينغ يوم أمس، والذي تبين من خلاله بأن الحبسي سيشارك في القائمة الأساسية. ونبقى مع صحيفة وهج الخليج، ولكن هذه المرة مع ما رصده للتألق الواضح للاعب منتخبنا الوطني أحمد كانو برفقة فريق المريخية القطري، لتخرج بعنوان قالت فيها: كانوا يقود فريقه المريخي القطري للحفاظ على الصدارة، حيث ساهم للمرة الثانية على التوالي لاعب منتخبنا الوطني وقائد نادي المريخية أحمد مبارك المعروف بكانو، ساهم في قيادة فريقه للمحافظة على الصدارة من خلال مساهمته في فوز فريقه على رديفه الأخوية بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 23 في المباراة التي شهدت 4 أهداف نظيفة لمصلحة المريخية، وبهذا الفوز يحافظ المريخية على صدارته رافعا رصيد إلى 12 نقطة من 4 مباريات وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه نادي قطر. لعل الشغل الشاغل في دورينا بعد انقضاء الأسبوع السابع هو موضوع التحكيم والأخطاء التحكيمية التي ترافق مباريات الدوري، فالبعض يرى بأن استمرارية الأخطاء التحكيمية قد يؤثر على الأندية ويقود أحلامها إلى طريق السراب، لكن رئيس لجنة الحكام سيف الغافري يرى بأن مستوى التحكيم جيد والأخطاء التي وقع فيها الحكام تعتبر طبيعية وواردة. مزيد من التفاصيل نقرأها لكم من صحيفة الشبيب. قال رئيس لجنة الحكام سيف الغافري إن المتابع لدوري عمان تل المحترفين من خلال الجولات السبع الماضية يقدر أن مستوى التحكيم جيد، والحالات التي صاحبت الجولات هي أخطاء طبيعية وواردة. وعن الحالات المؤثرة في المباريات أضاف أنه يمكن حصرها في 3 حالات، منها حالتين ذهبت نتيجة المباراة إلى التعادل، ولم يصرح الغافري عن هذه الأخطاء، وذلك تحفظا لأجل بعض الأندية. وأردف بالقول إن الأخطاء الواردة هذه هي نتيجة للإرهاق الذي تنتج عنه مباريات الدوري بالنسبة للحكم، فالدوري مضغوط وهناك جولة بعد جولة خلال يومين،
فهذا يجعل الكل تحت ضغط من اللاعب والمدرب والحكم وحتى لجنة التحكيم. لا نستطيع أن نلتقط أنفاسنا لنتدارس أخطاء الحكم والوقوف على الحالات لتصحيح المسار، فكل هذا نتيجة ضغط الدوري. ولا نقول إن الاتحاد جعل من الدوري مضغوط، ولكن نعلم أن هناك ظروفاً خارجية مثل كأس العالم للمنتخبات العسكرية التي تستضيفها السلطنة خلال يناير من العام المقبل، جعلت القائمين على المسابقة بضغط جدول المباريات بموافقة الأندية على القرار. ونحن لدينا 30 حكماً من حكم ساحة وحكم مساعد يديرون دور المحترفين، منهم 14 حكماً دولياً وحكام على مشارف الشارع. ولكن ضغط المباريات وسبع مباريات خلال يومين، الحكم لا يستطيع أن يجد أريحية ولا يستطيع أن يراجع ويعالج أخطائه. وحول تألق الحكم العماني قال الغافري أنه لا بد من وجود ثقة كاملة في حكامنا، وهذه الثقة موجودة على مستوى دولي وآسيوي، وهذا ظاهر من خلال تكاليف الفيفا والاتحاد الآسيوي لتعيينات لإدارة مباريات على مستويات عدة. وآخر تكليف وصل هو لإدارة مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال آسيا للحكم العماني أحمد الكاف، فالحكم العماني بخير. وإلى أخبار دورينا، حيث تعرض لاعب نادي صحار إلى إصابة في العضلة الضامة في مباراة فريقه أمام فنجة ضمن الجولة السابعة من منافسات دوري عمان تل المحترفين. صحيفة عمان تابعت لتخرج بعنوان قالت فيها: العضلة الضامة تبعد حاتم الرشدي عن صحار. حيث تعرض اللاعب حاتم الرشدي لإصابة في العضلة الضامة في مباراة فريقه أمام فنجة، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله. يذكر أن إصابة الرشدي لم تكن الأولى من نوعها بفرقة التماسيح، حيث كانت العضلة الضامة قد أبعدت اللاعب يعقوب عبد الكريم عن صحار من 4 إلى 6 أسابيع وفق ما أكده طبيب الفريق المختص. وبالنسبة لحاتم فما زالت الفحوصات قائمة وستحدد فترة غيابه عن الملاعب لاحقاً. قدم 5 من أعضاء إدارة نادي مسقط استقالاتهم على خلفية خلافاتهم مع رئيس النادي فيما يخص إدارة أمور النادي وتراكمات تلك الخلافات على مدى الأيام الماضية والوضع الذي آل إليه الفريق الأول لكرة القدم، والذي يتذيل جدول الترتيب بدوري عمان تل للمحترفين بعد نهاية الجولة السابعة. صحيفة عمان رصدت الخبر لتخرج بعنوان قالت فيها: استقالات بالجملة في إدارة نادي مسقط. حيث قدم 5 من أعضاء إدارة نادي مسقط استقالاتهم من منصبهم جراء الخلاف الواقع بينهم وبين رئيس النادي، وفي مقدمتهم ماجد بن سعيد لوهيبي أمين سر النادي، وأحمد بن علي لوهيبي مدير الفريق الأول بالنادي، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وهم زهير بن محمد العجمي وخالد بن مرهون لوهيبي وقيس بن سعيد لوهيبي. من جانبه حمل ماجد بن سعيد لوهيبي أمين رئيس النادي مسؤول الوضع السيء الذي وصل إليه النادي وكذلك الفريق الأول لكرة القدم. يتساءل البعض عن الوقت الذي سنرى فيه لاعبا متكاملا في أنديتنا المحلية، كما يتساءل آخرون عن المدة التي سيحتاجها اللاعب العماني من أجل إخراجه كلاعب سوبر. لكن التخطيطات والأمنيات والأحلام التي بنيناها لم ترى النور بعد، فوقفت سدا مليعا أمام طريق النجاح لأسباب غير مفهومة. الكاتب ناصر درويش تناول الموضوع في عموده في الشباك بصحيفة عمان ليناشد بعدها بضرورة العمل على هذا الجانب. مزيد من التفاصيل نقرأها لكم من خلال هذا التقرير. في السنوات الماضية شاهدنا 3 تجارب أقامها اتحاد الكرة لكنها لم تكتمل. بدأها بأكاديمية اتحاد الكرة وأحضر مدربين من تونس لهذه الأكاديمية، ولم تعمر طويلا واستبدلها بمنتخبات المحافظات وصرف عليها مبالغ طائلة، لكن هذه الفكرة لم ترى النور على أرض الواقع وتم استبدالها بمراكز التدريب وأحضر لها مدربين من خارج السلطنة، وأيضا لم تستمر طويلا وأجهضت كما أجهض غيرها.
وجاءت هذه التجارب بعد أن ألغى الاتحاد مدارس تعليم الكرة التي كان في السابق يشرف عليها في 26 نادياً ويمولها تمويلاً كاملاً وفق الدعم المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكان وقتها الدعم ربع مليون دولار سنوياً. أتذكر هذه الفترة جيداً وكنت متابعاً لها، وأذكرها الآن مع اقتراب انطلاقة دور المراحل السنية يوم الجمعة المقبل، وهو يتزامن في الوقت نفسه مع انطلاقة دور المدارس الذي ينظم لأول مرة من الاتحاد المدرسي، لينضم هؤلاء اللاعبون إلى بقية اللاعبين في السلطنة الذين يمكن أن نطلق عليهم اللاعب السوبر، حيث يلعب مع ناديه ويلعب مع فريق الحارة ويلعب في دور الوزارات والشركات والوحدات العسكرية من غير وجود البارزين منهم في المنتخبات الوطنية. وفي نهاية الأمر نطالب بنتائج ونسأل لماذا دورينا لا يقدم لنا نجوما. لا أعرف إلى الآن هل اللاعب الذي يملك عقدا مع ناديه ويأخذ مبالغ مالية مهما كانت قيمة هذا العقد، هل نطلق عليه لاعبا محترفا أو لاعبا هاويا؟ وإذا كان لاعباً محترفاً، ما هي الحقوق والواجبات التي يجب أن تكون له أو عليه؟ أما إذا كان لاعباً هاوياً، فلماذا هذه العقود وهذا الصرف المالي؟ ولماذا لا تكون مكافآت بدلاً من عقود احترافية على الورق؟ أعتقد أن الوقت قد حان أن نناقش بصوت عال ماذا نريد وما الذي يجب علينا عمله في الفترة المقبلة إذا أردنا أن نخرج من الدوامة التي وجدنا أنفسنا فيها. ولا بد أن تجلس الأندية مع اتحاد الكرة على طاولة واحدة لمناقشة الوضع القائم وفق الإمكانيات المتاحة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نضع اللوم على الحكومة وأن عليها أن تتبنى الاحتراف في الوضع الحالي، لكن بالإمكان إيجاد آلية مناسبة ننهي بها الحالة التي وصلت إليها الأندية للتخلص من ديونها المتراكمة، إلا إذا كانت قادرة على أن تتكيف مع نفسها ولديها المقدرة المالية، بشرط أن يكون هناك عبئا ماليا على مجلس الإدارة المقبل. انطلقت في العاصمة المغربية الرباط أعمال مؤتمر الاتحادات الرياضية العربية، والذي يستضيف أعماله وفعالياته الاتحاد العربي للسباحة، والذي يترأسه طه بن سليمان الكشري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للسباحة. صحيفة الوطن غطت لتخرج بعنوان قالت فيها: انطلاق مؤتمر رؤساء الاتحادات الرياضية العربية بالمملكة المغربية، وذلك بمشاركة رؤساء وممثلي الاتحادات والهيئات والمجالس واللجان الرياضية التابعة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التابع لجامعة الدول العربية، حيث تقام أعمال المؤتمر وفعالياته المصاحبة خلال الفترة من 22 إلى 28 من أكتوبر الجاري. وتطرق المؤتمر في بنود جدول أعماله الرئيسية إلى التحديات التي تواجه تنظيم البطولات والدورات الرياضية العربية. تمكن الفارس والمدرب العماني ماجد بن حمد بن سعيد الحسني تمكن من اجتياز دورة تأهيل المدربين الدوليين في رياضات الفروسية الأولمبية التي أقيمت في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية على مدى 4 أيام. صحيفة الوطن تناولت التميز الكبير للمدرب العماني لتخرج بعنوان قالت فيها: ماجد الحسني يحصل على لقب المدرب الدولي المعتمد من الاتحاد الدولي للفروسية، حيث أشاد المدرب الدولي بيتر من دولة هولندا أشاد بمستوى المدرب العماني ماجد بن حمد بن سعيد الحسني والأداء الراقي الذي قدمه من خلال إعداده برنامجا مسبقا قبل بدء الحصص التدريبية والتمارين التي قدمها للفرسان والخيول، وقال بأنه مدرب جاد في عمله ولديه خبرة واسعة في هذا المجال، وحصل على إشادة كبيرة من جميع المشاركين والمدرب الدولي خاصة، وأدى الاختبارات النظرية بنجاح مما جعله يحصل على لقب المدرب الدولي المعتمد من الاتحاد الدولي للفروسية في رياضات الخيل الأولمبية بكل جدارة واستحقاق. ينضم نادي سباق الخيل السلطانية يوم الخميس القادم في تمام الساعة 2 ظهرا للسباق الثاني للموسم الحالي، وذلك على مضمار الرحبة بولاية بركة تحت رعاية المهندس عبد الله بن سعيد الرواحي مدير عام النقليات بشؤون البلاط السلطانية. صحيفة عمان تابعت لتخرج بعنوان قالت فيها:
نادي سباق الخيل السلطاني ينظم السباق الثاني الخميس، وسيشتمل السباق على 8 أشواط خصصت 6 منها للخيول العربية الأصيلة وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة، وخصص الشوطين الأول والثاني للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، وخصص الشوط الثالث للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر أيضا، بينما الشوط الرابع خصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، ليخصص الشوطين الخامس والسادس للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، ويكون الشوط السابع للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر، وآخر الأشواط خصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر. أهلا بكم من جديد، وهذه المرة في التقليب في الصحافة العربية نبدأها من المملكة العربية السعودية. ففي ليلة عودة سامي الجابر لبيته الأزرق، تأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس ولي العهد بعد أن تخطى خصمه الشباب بهدفين في اللقاء الذي جمعهما البارحة على استاد الملك فهد الدولي في الرياض. صحيفة الاقتصادية السعودية تغنت بفوز الزعيم لتكتب في عنوانها: الهلال للشباب أنا السامي. حيث حاول أبناء سامي الجابر اللاعب السابق في الهلال ومدرب الشباب الحالي حاولوا فرض سيطرتهم بداية المباراة، إلى أن هذه الفورة أحبطها هدف محمد البريك في الدقيقة 11 من خطأ بعد أن لعب الكرة في حلق المرمى قبل أن يضيف زميله ليو الهدف الثاني بعدها ب5 دقائق. وعلى ملعب الباطن تأهل فريق الاتحاد لنصف نهائي كأس ولي العهد بعد فوزه على الباطن بصعوبة على ملعبه بهدف، لينتظر الفائز من لقاء هجر والأهلي مساء اليوم في الإحساء. لا للتمديد فمنتخبنا بأياد ثمينة، بهذا العنوان طالب محمد السياط في عموده أولا وأخيرا عدم التجديد لمجلس إدارة الاتحاد الحالي السعودي مع اقتراب انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم. تفاصيل ما جاد به نقرأها لكم من صحيفة الجزيرة السعودية. مع اقتراب انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، علت بعض الأصوات تناشد أعضاء الجمعية وتنادي بضرورة التصويت من أجل التمديد لمجلس إدارة الاتحاد الحالي الذي أوشك على الرحيل. وقد ساق أصحاب تلك الأصوات بعض المبررات، لكن المبرر الأقوى لديهم ومن أجل التأثير على أعضاء الجمعية أن رحيل مجلس إدارة الاتحاد الحالي في هذه الفترة سيؤثر سلبا على مشوار منتخبنا الوطني الذي يخوض المنافسة على إحدى بطاقات التأهل لنهائيات كأس العالم بروسيا. وقد بالغ هؤلاء كثيرا فيما ذهبوا إليه من أجل تحقيق مطلبهم وأمنيتهم، وكأن رحيل الاتحاد الحالي يعني خراب مالطا. والمتابع الجيد لأصحاب هذه الآراء يدرك تماما الدوافع الحقيقية وراء حماسهم وتبنيهم لهذا التوجه الذي لا يخفى على كل ذي لب حصيف. أما زعمهم بتأثر المنتخب فهذا مردود عليه ولا يمكن قبوله أو الأخذ به، فالمنتخب لديه إدارة مستقلة
يشرف عليها الإداري المحنك الأستاذ طارق كيال، علاوة على الإدارة الفنية للمنتخب التي تؤدي دورها بكفاءة فنية عالية حتى وإن اختلفنا معها في غياب المدرب ووجوده خارج المملكة. وفوق هذا كله، فالمنتخب يحظى برعاية واهتمام منقطعي النظير من لدن رئيس الهيئة العامة للرياضة والشباب سمو الأمير عبد الله بن مساعد، الذي يعد الداعم الأكبر للمنتخب في مشواره الحالي في تصفيات كأس العالم. وهذا الأمر معلوم لدى الجميع، ما يعني أن منتخبنا كان وسيظل في أيد أمينة ولن يتأثر بمشيئة الله ببقاء أو رحيل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الحالي، الذي يجب أن يرحل وقد انتهت فترته المحددة والمقررة سلفا بحسب النظام، متمنيا أن يكون التشكيل القادم لهذا الاتحاد أكثر كفاءة وقدرة على أداء المهام المنوطة به، كي لا يقع في الأخطاء والسلبيات التي عانينا منها كثيرا مع الاتحاد الحالي. إلى العراق، فقد وجه المدير الفني للمنتخب العراقي الأسبق أكرم أحمد سلمان وجه أصابع الاتهام إلى رئيس اتحاد كرة القدم عبد الخالق مسعود ونائبه شرار حيدر في العمل ضده وإفشال مهمته التي انتهت عقب الخسارة الودية أمام اليابان بأربعة أهداف، فضلا عن إخفاء معلومات مهمة عن اتفاقات جانبية حددت خوض تلك المباراة لقاء أجر قيمته ربع مليون دولار. سلمان فتح قلبه للمدى والتي خرجت بعنوان على لسانه يقول: رئيس اتحاد الكرة ونائبه تآمرا ضدي مقابل ربع مليون دولار. وقال سلمان في حديث صريح مع المدى: لم أشاء أن أتكئ جراح الكرة العراقية الغائرة بسبب سياسة الكيل بمكيالين التي دأب عليها مجلس إدارة الاتحاد الحالية، لكن تكرار التعرض إلى اسمي وتاريخي ومكانتي التي شقيت كثيرا من أجلها بين الأوساط الإعلامية والجماهيرية بمناسبة أو دونها دفعني للبوح بالحقيقة المرة للمحافظة على المدربين الوطنيين الذين يتخلى عنهم الجميع ويغدون ضحايا الإخفاق مع الأسود كل مرة، مبينا أن كشف الحقيقة يؤكد مدى الفوضى العارمة التي تضرب الاتحاد باعتراف رئيسه مؤخرا بأن قرار التفريط بخدماتي كان خطأ كبيرا، وهو دليل دامغ على صحة الانتقادات التي تطال عمل هذا الاتحاد. إلى الأردن، حيث يشهد اليوم استاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة يشهد المباراة الاحتفالية الودية التي تجمع الوحدات والجزيرة في مهرجان اعتزال لاعب الوحدات والمنتخب الأردني سابقا محمود شلبايا. صحيفة الراي تناولت ليلة الوداعية المنتظرة لتعنون قائلة: شلبايا يودع ملاعب الكرة اليوم، حيث سيودع شلبايا 36 عاما ملاعب الكرة بعد مسيرة طويلة امتدت 20 عاما مع الوحدات. ولعب النجم المعتزل مع الوحدات والمنتخب الأردني والفرق التي احترف معها ما يقارب 400 مباراة، وسبق له أن توج بلقب هداف العرب، ويعتبر الهداف التاريخي لنادي الوحدات ب 127 هدفا، وسبق له الاحتراف في صفوف الرفاع البحريني، ولعب في صفوف النشامة 68 مباراة مسجلا 32 هدفا، وكان أحد نجوم المنتخب الذي شارك في بطولتي العرب في بيروت وعمان ونهائيات آسيا التي أقيمت في الصين 2004. إلى مصر، فقد أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خلال حديثه مع الجهاز الفني واللاعبين بعد انتهاء تدريب أمس الاثنين تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة مؤمن سليمان رغم ضياع الحلم الأبيض في الفوز باللقب الإفريقي السادس. صحيفة الإهرام تابعت لتكتب في عنوان: مؤمن سليمان باقي في الزمالك بأمر من الرئيس. فبضحكة ساخرة أكد رئيس النادي عدم إجراء تعديلات في صفوف الجهاز المعاوني لمؤمن سليمان ومساندته بكل قوة للخروج من الأزمة وبث الثقة في معاونيه للالتفات للبطولات المحلية والتي يصل الفريق من خلالها للعب في البطولات الأفريقية.
إلى المغرب، وبعد أن ارتفع مؤشر القلق لدى متتبع الشان الكروي المغربي فور إعلان يوسف العربي الرحيل إلى الدوري القطري مخافة دفن موهبته الكروية في مقبرة الخليج والمخاطرة برسميته رفقة أسود الأطلس، أبرزت صحيفة هسر بريس مخالفة اللاعب جميع التوقعات وبصم على انطلاقة جيدة منذ التحاقه بنادي الخوية، لتكتب الصحيفة في عنوان قالت فيها: بعد قلق من دفن موهبته الكروية بالخليج، العربي يتألق وينافس على لقب هداف قطر. فتألق اللاعب الدولي جعله ينافس على لقب هداف الدوري القطري منذ انطلاق الموسم الجديد، إذ ساهم اللاعب في فوز ناديه في العديد من المناسبات، كما أنه تمكن من تسجيل 5 أهداف خلال 4 جولات فقط، وهو ما يجعله في المركز الثاني لترتيب الهدافين بعد الجزائري بغداد بوجناح، مهاجم السد الذي يتصدر القائمة ب6 أهداف، الشيء الذي يشعل المنافسة بشكل كبير. وفي الجزائر، أدرجت المجلة الشهيرة فرانس فوتبول أمس الاثنين اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز نجم فريق ليستر سيتي الإنجليزي ضمن قائمة تضم 30 كرويا عالميا مرشحا لنيل جائزة الكرة الذهبية 2016. صحيفة الشروق أبرزت الخبر في عنوان بالخط العريض قالت فيها: محرز ينافس رونالدو لنيل الكرة الذهبية. وقالت الصحيفة: وجود محرز في هذا المضمار شرف كبير للكرة الجزائرية ووسام غال يزين به مهاجمه الخضر صدره، خاصة أنه العربي الوحيد المدرج في القائمة، وثاني اثنين من أفريقيا يتسابقان لنيل الجائزة. وذكرت الصحيفة أن النقاد يرشح اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لحصد هذه الجائزة بعد أن أحرز كأس أمم أوروبا 2016 مع منتخب بلاده ولقب دوري أبطال أوروبا، فيما قلص أهل الاختصاص من حظوظ الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب إخفاقه الدولي مع منتخبه التانغو. عودة لكم من جديد أيها الأحبة، وهذه المرة نجول بكم في الصحافة العالمية، نقصها من بريطانيا. فقد أبرزت صحيفة الميرور تصريحات النجم الإسباني تشافي هرنانديز قائد برشلونة السابق ضد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، والذي تحدث عن الخصلة السيئة بالمو، مؤكدا أنه يلجأ للحرب بدلا من كرة القدم عندما يخفق. التفاصيل من خلال هذه القراءة. أكد النجم الإسباني تشافي هرنانديز قائد برشلونة السابق أن المنافسة بين بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو مفيدة للغاية للكرة الإنجليزية، كاشفا عن أبرز عيوب المدرب البرتغالي الملقب بالاستثنائي. ووضح تشافي أن المشكلة الرئيسية التي تواجه جوزيه مورينيو في الأوقات الصعبة، والتي ربما ستزيد الأمور صعوبة عليه في مانشستر يونايتد، تشافي يعتقد بأن مورينيو يحول الأوضاع في فريقه إلى حرب ضروس في حال لم تسر الأمور كما يريد، الأمر الذي ينزلق به إلى المزيد من المشاكل مثل ما حصل في ريال مدريد. وقال تشافي في تصريح صحفي: في بعض الأحيان حينما لا تسير الأمور بشكل جيد مع مورينيو، فإنه يبحث عن الحرب وليس عن كرة القدم تماما، مثل ما حصل في ريال مدريد. أتمنى ألا أشاهد ذلك مرة أخرى في إنجلترا. وأضاف: عندما علمت بأن المدربين سيصبحان متنافسين مرة أخرى، تيقنت أن هذا سيفيد الدوري الإنجليزي بكل تأكيد، فهم اثنين من أفضل المدربين في العالم، وتنافسهم سيكون في مصلحة كرة القدم. وتابع: مباراة الفريقان القادمة ستكون مهمة لكلا المدربين، فغوارديولا غير راض عن نتائج السيتي الأخيرة، وبالتالي سيسعى للعودة على حساب فريق كبير يونايتد، بينما مورينيو يريد العودة ومصالحة الجماهير. وتابع:
أعتقد أن مانشستر يونايتد فرصه ضعيفة في الفوز بلقب الدوري هذا الموسم، بل أقرب للفوز بإحدى بطولتي الكأس وإنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار في البريمير ليج. وعندما يفتح سوق الانتقالات مجدداً، وقتها سيكون مورينيو أمامه فرصة لتكوين فريق يفوز بالدوري. إلى إسبانيا، فقد سلطت صحيفة سفير الضوء على إغلاق مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2016 والتي تمنح لأفضل لاعب خلال العام. الصحيفة اختصرت مبكرا الاسمين الأبرزين لحصد الجائزة المنتظرة في عنوان قالت فيها: شئنا أم أبينا، ميسي في كريستيانو و28 مرشح إضافي. وقالت الصحيفة: يتنافس النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي هذا العام أيضا يتنافسان على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، وذلك بعيدا عن أصوات أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وذكرت الصحيفة أن الصراع الأخير للفوز بالجائزة بكل تأكيد سيكون بين هذين النجمين. نبقى في إسبانيا، فقد أقامت رابطة الدوري الإسباني لاليغا حفلها السنوي لاختيار اللاعبين الأفضل عن الفئات المختلفة في موسم 2015-2016، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة فالنسيا. صحيفة لاس رصدت الحفل وما شهده من نتائج لتعنون قائلة: ليغا من ذهب، حيث اكتسح لاعب أتلتيكو مدريد الجوائز بعدما فاز بلقب أفضل حارس مرمى السلوفيني يان أوبلاك، في حين فاز الأوروغواياني دييغو غودين بجائزة أفضل مدافع. أما جائزة أفضل مدرب فقد فاز بها الأرجنتيني دييغو سيميوني، فيما توج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بجائزة أفضل مهاجم، وفاز بجائزة أفضل لاعب وسط الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، بينما حقق جائزة أفضل لاعب صاعد ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد والذي قضى موسمه الماضي معارا لإسبانيول. أما الآن مشاهدين الأحبة، ننتقل بكم إلى كاريكاتير اليوم والذي اخترناه لكم من الجزيرة السعودية والأيام البحرينية، بالإضافة إلى جولة سريعة إلى عدسة الصحافة. وختاما أيها الأحبة، نشكركم على طيب وكرم المتابعة. نذكركم بأن في الساعة الثالثة أنتم على موعد مع الحدث وجملة من الأحداث الرياضية المنوعة. تذكروا أن في اللحظة التي تشعر فيها أن كل شيء يعاكس رغباتك وكل الظروف تقف ضدك، تذكر قوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طبتم بكل خير، في أمان الله.